قبل اكتمال المشروع الذي يعد من أكبر المشاريع في المملكة والذي تزين أبراجه العاصمة الرياض، مركز الملك عبدالله المالي ينال أعلى تصنيف في الطاقة على مستوى العالم في نظام القيادة في الطاقة والاستدامة والتصميم البيئي ليد. ويعد نظام ليد من أهم الأنظمة العالمية التي تدعم تغيير طريقة تصميم المباني والمجتمعات وبنائها وتشغيلها بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة بهدف تحسين جودة الحياة. وقد حصل كافت على الشهادة البلاتينية نظراً لما يتميز به من استدامة وكفاءة في التصميم والاستهلاك للطاقة والمياه، بالإضافة إلى المخطط العام الذي يوفر سهولة التنقل بين أنحائه. والتزم كافت من خلال المخطط العام الذي يشمل الوادي، وهي منطقة للمشي والترفيه تصل أنحاء كافت وتقع على عمق 5.5 أمتار تحت مستوى سطح الأرض، ويوفر بذلك جواً أبرد نسبياً. ويتجلى التزامه بالاستدامة من خلال منهجيته في استخدام الطاقة النظيفة وتصاميمه المبتكرة المراعية للبيئة وأنظمة وتقنيات مطورة تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،